السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم باختصار استرجاع حساب انستغرام المهكر المخترق المحذوف الموقوف الى اخره. طبعا بالبداية لازم تفتح معك صفحة الدعم الفني، ولازم تعرف اسم الحساب اذا كان مغير، لازم تعرف اسم الحساب الجديد اذا كان مخترق، واللي اخترق الحساب غير اسم الحساب لازم تعرف الاسم الجديد، تاخذه من اصدقائك من اي شخص اخر. نتعرف على الطريقة مع بعض. قبل ابدأ بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بالبداية تدخل على تطبيق الانستغرام، طبعا لازم من نفس الجهاز اللي انت كنت تسجل منه دخول، واضح؟ الان بسوي طريقة على حسابي انا. تدخل على هذه الصفحة، بعد كذا ندخل على نسيت الباسورد، وبعد كذا تطلع لك هذه الخيارات، نضغط على اليوزر من هنا، مو عن طريق رقم الجوال، عن طريق اليوزر. وبعد كذا يكون اسم حساب او ايميل، تمسح الموجود. انا بكتب باسم حسابي. الان انا سجلت اسم حسابي، طبعا هذا حسابي في الانستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. بعد كذا نضغط على هذا الخيار اللي تحت، لا تضغطون على نيكست، اضغط على الخيار اللي تحته من هنا، راح تفتح لك صفحة الدعم الفني. هذه صفحة الدعم الفني، اللي تفتح له صفحة غير الصفحة هذه ما راح تقدر تسترجع حسابك. كمثال يعني مثلا تفتح لك هذه الصفحة، كمثال يعني انا ما حطيت اسم حسابي، مثلا تفتح لك هذه الصفحة ما تقدر تسترجع حسابك خلاص. نضغط على دن، نرجع ثاني مرة نضغط ونكتب اسم الحساب، اسم حسابي زي ما قلنا. بعد كذا نضغط على هذا الخيار، وراح تطلع لك مجموعة خيارات. هنا تسجل الايميل، طبعا الايميل اللي كان موجود بالحساب، او الايميل اللي انشأت فيه الحساب. اول ايميل انشأت فيه الحساب لازم تعرفه، واذا كنت فاتح الحساب او انشأت الحساب عن طريق رقم جوال لازم تعرف رقم الجوال. على كل حال نكمل مع بعض. انا بسجل الايميل عشان الشرح فقط، ونعيد الايميل ثانية مرة. بعد كذا مجموعة خيارات هنا تظهر لك. الخيار الأول حق الشركات، الخاص في الشركات، الحسابات اللي فيها شركات غيرها. الخيار الثاني إذا كانت لك صور في الحساب ووجهك واضح، نختار الخيار الثاني. راح يجيك كود على الإيميل، تكتب الكود على ورقة، وبعدين تمسك الورقة وشخص يصورك وترسل لهم الصورة فقط. أما الخيار الثالث اللي أنشأ حسابه عن طريق إيميل ويعرف الإيميل، أو أنشأ الحساب عن طريق رقم جوال، نضغط الخيار الثالث. بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات، نختار الخيار الأخير من هنا. وبعد كذا مساحة هنا للكتابة، نكتب كلمة أوكي بس. بعد كذا يفتح لك هذا الخيار، نضغط على هذا الخيار، راح يقول لك تم إرسال رسالة يعني إلى إيميلك إلى آخره. نشوف الإيميل مع بعض. زي ما انتم شايفين وصلت الرسالة، طبعا توصلك من الفيسبوك، لان الانستغرام والفيسبوك شركة واحدة. نفتح الرسالة مع بعض، راح تطلع لك هذه الخيارات. زي ما قلنا اذا كانت لك صور بالحساب راح يجيك كلام، وموجود بالاسفل كود يعني ممكن من 5 ارقام او 6 ارقام. تكتب الكود على ورقة وتمسك الورقة وتكتب الكود بالارقام الانجليزية وتصور وترسل لهم الصورة فقط. اما اللي انشأ حسابه عن طريق ايميل او رقم جوال راح تجي رسالة زي كذا، يقول لك يعني باختصار اوصف لنا مش المشكلة باختصار، والايميل اللي انشأت فيه الحساب او رقم الجوال، وهنا نوع جهازك اذا كان ايفون او جالكسي او ايباد الى اخره. هنا يقول لك الخيار الاخير، يقول لك اذا كنت مغير اسم الحساب اكثر من مرة. على كل حال نسوي رد على الرسالة، وراح نرسل لهم هذا الكلام. انا مسوي له نسخ ولصق عشان الشرح فقط. الآن أقول لهم هنا تم اختراق الإيميل ولا أعرف كيف تم ذلك. الخيار الثاني الإيميل، البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل، تكتب الإيميل أو رقم الجوال هنا. إذا كان رقم جوال تكتب رقم الهاتف المستخدم في التسجيل، أو الإيميل المستخدم في التسجيل، وتسجل رقم جوالك أو الإيميل. رقم 3
هنا عفوا انا مسجل رقم واحد، هنا رقم ثلاثة تكتب نوع الجهاز ايفون، اذا كان سامسونج تكتب سامسونج، هنا اسم الحساب، انا ما غيرت اسم حساب يعني من انشأته هذا هو اسم الحساب، اذا ما غيرت اسم الحساب اكتب نو يعني ما في اسم حساب سابق، اذا كنت مغيره اكثر من مرة تكتب اسم المستخدم اللي غيرته، يعني اذا كان اكثر من اسم مستخدم تذكرها كلها، اهم شيء الايميل طبعا او رقم الهاتف اللي انشأت فيه الحساب، وبعد كذا نضغط على إرسال وإن شاء الله راح يجيك رد بالموافقة، إذا تم الاسترجاع خلاص الحمد لله بكذا أنت أمنت حسابك. أتمنى الشرح كان واضح وآسف على الإطالة، أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. مشكورا على المتابعة وفي أمان الله.